أولئك يؤمنون به. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون، تحية إيمانية قرآنية في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم مزامير داود. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أنتم تصلون هذا اليوم إلى العشر الأواخر من رمضان، وما أدريك ما هذه العشر. كانت إذا أقبلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ الأهل. فإذا أقبلت هذه العشر من رمضان فتحت المساجد أمام المعتكفين، وعمرت المساجد في الأسحار، فالقائمون الصائمون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولله الحمد، أصبح التهجد هذه الأيام من رمضان شيئا معروفا ومألوفا في مساجدنا. يزداد قراء القرآن وتزداد الأوقات التي تخصص للقرآن. يشرفني أن يكون معي في هذا اليوم في هذه الجلسة القرآنية في مستهل هذه العشر الأساتذة والقراء والعلماء الذين سيكونون معي في هذه الحلقة. على اليمين الشيخ أحمد دسالم والمحمد يحضيه، وهو شيخ محضرة أدى في قرية بامير. مرحبا بك شيخ في هذا البرنامج. وأيضا القارئ المعروف الذي نحب سماع صوته محمد محفوظ اللدوم، مرحبا بك شيخ. أيضا معي الشاب أحمد والمحمد سالم للطالب، وهو من الشباب القراء الذين لديهم أصوات نادرة والفائز في عدة مسابقات دولية. أيضا أخيرا وليس آخرا معي يحيى والعلو الإبراهيم، وهو شاب مجاز أيضا في القرآن الكريم من محضرة التقاة في مدينة قرو. مرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة. نلفت عناية السادة المشاهدين كالعادة أنه بإمكانهم التفاعل معنا في مختلف مراحل هذه الحلقة، ولكن بعد الربع الأول من الساعة التي نقضيها سويا معكم في هذه الجلسة التي نرجو أن تكون جلسة قرآنية يتلى فيها كتاب الله. بادي ذي بدء الشيخ بما ستفتتح لنا هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما،
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. طيب حيث انتهى أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أكرمك الله يا شيخ تفضل يا حبيبي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أي روايتين تبدأت بورش ثم تبي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله أتوقع على رأس الحزب لدينا أيضا تسهيلات أخذناها من بعض القراء التقطت معدسة البرنامج ريثما يكون جاهزا نأتي إلى ضيف الحلقة هذا اليوم حقيقة الشيخ نحب أن تحدثنا عن القرآن باعتباره هو كل شيء باعتباره هو الأصل الأول من أصول هذه الشريعة حدثنا عن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله. إن القرآن العظيم هو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا فلذلك هو دستور الأمة الشامل المنظم لحياتها أفرادا وأسرا وجماعات والمنظم كذلك لعلاقتها مع الآخرين وخطابها مع الآخرين كل معاملاتها مع الآخرين فهو شجرة يانعة طابت ثمارها فامتلأت منها الأوعية العلمية التي تسخر بها المكتبات الإسلامية اليوم والتي يجد فيها أهل علم الكلام والأصوليون والفقهاء والمتصوفة
وأصحاب السير وحتى النحاة والبلاغيون كل يجد فيها ضالته حسب حاجته. فالقرآن الكريم هو مصدر هذه العلوم كلها، فأهل التوحيد يجدون فيه ضالتهم. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والجن، الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، يعني الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكذلك الآيات التي تمجد الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن هذه الآيات التي تدل على وحدانية الله وعلى حسن أسمائه وصفاته، كذلك الآيات التي تدل على عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن طاعته طاعة لله وأن محبته محبة لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآيات كلها تدل على عظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الكتاب والذي هو مبين له في سنته الشريفة. حقيقة ما فرطنا في لا يوجد شيء إلا كما تفضلتم الشيخ إلا القرآن الكريم مصدر له. إذن حقا إذا كان العنصر جاهز نتابعه ثم نعود. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. شيخ الشيخ محمد محفوظ، استمعت إلى هذه القراءة، ودائما هؤلاء الشباب الذين يسجلون يحبون أن يسمعوا من توجيهات القراء ما حقيقة يساعدهم على تطوير أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، هذا الشاب الذي استمعنا إلى تلاوته ما شاء الله فيما يبدو له اهتمام جيد وله تطبيق ممتاز،
وإن شاء الله له مستقبل واعد في تلاوة القرآن الكريم وترتيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يكثر من أمثاله ونوصيه لمزيد من الاجتهاد ومزيد من المثابرة والإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، خاصة وأنه يبدو أنه ما شاء الله أوتي مسمارا من مزامير آل داود. إذا أنت حقا أحمد لابد الشباب الذين يقلدونك ويعجبون بصوتك يريدون أن يسمعوا منك شيئا يعني يساعدهم على تطوير هذه المهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا الكريم. حقا هذا القرآن هو مأدبة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن الناس كاملة تتجه له، يعني كلها يقبل حظه منه ويعرف عن خير الحظه هو القرآن، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ما في شيء، ما يجب أن الناس ما يشغلها شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الأولوية في كل شيء. يعني يكون عندنا نصيب ما يكون فقط حفظ بدون فهم وبدون ترتيب وبدون تدبر وبدون أحكام وكذلك تكون أخلاق كذلك، لأن القرآن صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن، ويكون معني ما يكون المقصود فقط هو لا حفظ فقط بدون هذا، أن يأتي الإنسان بالأحكام وبالأمور المطلوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، إن الترتيل لابد أن تعلم أحكام التجويد وتعلم كذلك الرواية التي يقرأ بها الإنسان يكون يعني ضابطها يلتزم بها يضبطها يفهمها جيدا. وكذلك لا بأس إذا تعلم يعني هذا يعني يستمع إلى القراء المصريين خاصة، لأنهم ما شاء الله يتقنون القراءة جيدا ما شاء الله، يستفيد منهم ويستفيد من يعني أصواتهم جميلة ما شاء الله، ويكون إن شاء الله مدرسة مصرية أيضا بالمبادية في ما شاء الله في نغماتك. أنت تذكرنا أحيانا بالطبلة وأحيانا وغيرهم المجيدين. أنت الشاب الذي استمعنا ربما ما هو بعيد من سنك، يعني أنت ماذا تقول له في كلمتين؟ يعني إن شاء الله التوفيق. شيخ أنت بدأت عن هذا القرآن فهو حقيقة رأس المال في كل شيء. هذا القرآن هل نحن نضعه في المكانة اللائقة؟ وشين هو الأمة اليوم هل تعرض نفسها على هذا الكتاب؟ الحقيقة لدي ملاحظة، نعم، يعني وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في تعلم الشباب وفي إبرازهم لمهاراتهم في القراءة وفي تنافسهم في القراءة. فلذلك قبل سنة أو سنتين كان لا يوجد لدينا إلا قارئ واحد، الحمد لله الآن تسجل 1000 زيادة من القراء يتنافسون، سجلت مصاحف بقراءة جيدة نغمة جيدة يمكن أن تنافس الآخرين. الحمد لله أيضا بدأت المساجد تكتظ بالمصلين، الحمد لله الشوارع لا بأس بالسلوك فيها، الحمد لله التجار أيضا يطبقون الكتاب الله حسب علمهم ومعرفتهم. الحمد لله ثمة توجه كبير إلى الشريعة الإسلامية والتي مصدرها الوحيد أو المصدر الأول، طبعا القرآن هو المصدر الأول بينته السنة، ثم جاء الفقهاء وبعد ذلك فاجتهدوا وقاسوا واستنبطوا حتى انتشرت التآليف الإسلامية التي تتبرع فيها هذه الفروع. الحمد لله نحن نتمسك بكتابنا القرآن العظيم في مساجدنا في عباداتنا في معاملاتنا والحمد لله، ويزداد هذا التمسك ولله الحمد. فهو كما قلنا لا تمكن الحياة بدونه، فالقرآن لا بد أن يجعله الإنسان إمامه نصب عينيه وإمامه في جميع أموره. نعم كرمك الله، إذا قطعت حقيقة التسلسل التي كنت تعمل بهذا السؤال لا بد أن تتحدث لنا عن القرآن كأصل للتشريع الآخر. إذا الشيخ محفوظ نريد أن نتقدم قليلا في القراءة قبل أن نستقبل المكالمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول
أكبر لا إذا بارك الله فيكم الشيخ. كنا قطعناك، ننتقل إليك الشيخ تتابع حيث كان الشيخ يقرأ. ورفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بارك الله فيك. إذا ما معي من يقروا بعض السادة المشاهدين، تفضلوا. الو، تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي اختي. مرحبا بك مات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا
بارك الله فيك. صدق الله العظيم. إذا يبدو أن في تشويش في الصوت أثر على هذه القراءة الجميلة، ليس كذلك شيخ؟ نعم، لكن عموما ما شاء الله قراءة متقنة وجيدة، وصاحبتها إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن ينفع بها وأن يكثر عن مثيلاتها في الأمة. نعم، عندك تعقيب على هذه التفصيلة؟ أنا ما عرفت، كانت تقرأ برواية حفص. حفص نعم، حفص نعم، هي اتصلت بنا منذ قبل شوية، لكن بدأت حفص قرأت حفص، لكنها أيضا في النهاية خلطت بين حفص و يعني أنت تنتبه للرواية التي تقرأ بها، الالتزام بالرواية ضروري. وتلك حقيقة رسالة إلى جميع السادة القراء المشاهدين أنهم يلتزمون بالرواية بل أيضا بالقراءة التي يقرؤون بها. نعم الشيخ تفضلنا حين نعم بدلنا حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. بارك الله فيك. إذا اخترت المرة ورش، وأعتقد أن ورش عنده وجه آخر بغير الإمالة في مروي عنه. الشيخ تأخرنا عليك. الشيخ تحدثنا عن هذا القرآن باعتباره أصلا للعقيدة، فماذا عن العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة القرآن يتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فيأمر بها وينوه بها. أستاذ قاطعك قليل، بعض السادة المشاهدين تفضل. تفضل يا أخي. ألو. تفضل يا أختي. نعم. نعم تفضل يا أختي، نحن في الاستماع إليك. ألو. نحن في الاستماع إليك، تفضل يا أختي. نعم صح، تفضلي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من بعده حرف العين وأيوب ويونس وهارون وسليمان. نعم. وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين ليبلى يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله فيك أختي على هذه القراءة الجميلة. هل من تعليق أحفظك أنت ستصلح لها شيء؟ نعم
أي نعم، الأخت عندها يعني تشديد لحرف العين في حالة السكون أو قلقلة له، لا ينبغي لها أن تفعلها، لها أن تنطقه دون تشديد بسكون سلس وطبيعي. كذلك أيضا حرف النون المفتوح في إنا أوحينا ليس هي وحدها، ولكن هذا الخطأ شائع، كثيرون يقولون إنا أوحينا وهذا خطأ لا ينبغي، ينبغي أن ينطقها بصفتها إنا، يقر تقريب الكفين قليلا حتى يكون الأداء للحرف صحيحا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا. كذلك الانتباه، حروف القلقلة هي التي تعرفونها جد قطب وغيرها لا تجوز قلقلته من الحروف، أرجو الانتباه لهذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نرجو من الأخرى سيؤشر للمداخلات الهاتفية قليلا حتى تنتهي الشيخ مداخلته. إذا كنت تتحدث عن العبادات. نعم، كما قلت ورد الأمر بالصلاة كثيرا في القرآن وكذلك التنويه بها، أقيم الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اركعوا مع الراكعين، اركعي مع الراكعين، وحتى إذا بالنافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورد التنويه أقاموا الصلاة وإقام الصلاة، إذن ورد الأمر بها كثيرا وورد التنويه بها كثيرا، وهي عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه. ومن شروط هذه الصلاة الطهارة، وذكرت أيضا في القرآن، ذكر الطهارة المائية الصغرى فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الطهارة المائية الكبرى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ذكرت الطهارة الترابية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن وردت الصلاة والأمر بها والأمر بالطهارة لها في كثير من الآيات. الركن الثالث وهو الزكاة أيضا ورد الأمر بها كثيرا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك التنويه بها وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وإيتاء الزكاة، إذن وردت في كثير من الآيات. وورد الأمر بالإنفاق على العموم، على العموم في كثير من الآيات، على الإنفاق عموما وفضله. الركن الرابع وهو الصوم، ورد أيضا في القرآن حيث يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر الآيات عندما يتحدث عن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني حدد بداية الصوم ونهايته، وأن ممارسة الأسرية تكون في وسط الليل فقط، أما في النهار فهي تفسد الصوم. إذن تحدثت هذه الآيات عن الصوم في شهر رمضان، عن وجوبه وعن كيفيته. أما عن الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام وهو الحج، فقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال في آية أخرى وأتم الحج والعمرة لله، وقال في الآية الأخرى الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني بين وجوبه وبين السلوك الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه في أثناء الحج. نعم. ذلك هو القرآن حيث يأمر الناس في مجال العبادات. لأن الشيخ نواصل نتقدم قليلا في مسألة التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك شيخ. تفضلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم
ما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كرمك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك. يوم غد بحول الله سبحانه وتعالى نستزيد ونأخذ من مائدة القرآن. إذن الشيخ أحمد دسالم والمحمد يحرص يا محاضرة آدة لا بد لنا من لقاء آخر نستكمل فيه ما بدأنا. لقد بدأت عن هذا بتتحدث عن هذا القرآن من حيث هو أصل للعقيدة والعبادة وبقية الكثير لنا إن شاء الله موعد نعيد به السادة المشاهدين إذا تفضلت بذلك. الشيخ القارئ محفوظ وليد محمد محفوظ الودومو شكرا لك لا بد نشتاق إلى مزيد من صوتك. أحمد والمحمد سالم والطالب أنت أيضا كان اكتشافا ربما لكثير من السادة المشاهدين لقد أطربتنا. وأخيرا ليس آخرا يحيى والدالي والإبراهيم وأنت مشاهدين. نعم إذا إلى أن يضمنا لقاء آخر تقبلوا تحيات كافة أعضاء الفريق الذي كان معنا والذي سيظهر على الشاشة. لكم تحياتنا جميعا إلى يوم غد بحول الله. تقبل لكم نرجو منكم الدعاء إلى أن يضمنا لقاء آخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم